خرج من منزله ولم يعد، وفي صباح اليوم التالي وجدوه مقتولا مرميا على قارعة الطريق. وسيحاسب على كل ما فعلوه، من الذي خطفوه ومن الذي قتلوه. كنا نرى الجثث في مجاري القاذورات. تكتر السرقات، راح تكتر الجرائم، راح تكتر كل الشغلات البشعة. لا في دين ولا في نظام ولا في قانون ولا في قوة. هذا هو. أغلب الناس عندها ما بيفتحوا، لأنه لا دين ولا دنيا. ونحن ما راح نطالعوا إلا بمبلغ مالي. المبلغ كانوا محددينه هني بدهم 150,000 دولار. فمن الذي خولك أنت بأن تقول بقتل المصلحة؟ وما هي المصلحة ولمن المصلحة؟